السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشوف الليلة درس جديد في الميكروبيولوجي كورس. هنشوف الجزء الثاني من السنترال دوغما. تكلمنا كان عن الدي ان اي ريبليكيشن، والحاجة الكويسة انه معظم الافكار اللي قلناها في الدي ان اي ريبليكيشن هي نوعا ما متشابهة من الحياة اللي بتحصل في الترانسكريبشن، لكن طبعا في فرق بين الدي ان اي ريبليكيشن والترانسكريبشن. تمام، طيب في الفيديو ده ان شاء الله هنشوف اول حاجه يعني شنو ترانسكريبشن، واوريدي كانت اتكلمنا عن الحاجه دي، بس الحاجه الجديده هتكون علينا انه هنشوف الديفرنت تايبس اوف ار ان اي والفانكشنز بتاعتهم. هنشوف العمليه ذات بتاعه الترانسكريبشن هي بتحصل كيف، وهنشوف عمليه اسمها الار ان اي بروسيسنج. طيب الترانسكريبشن ببساطه قلنا انه من الدي ان اي احنا نتحصل على مسنجر ار ان اي. طبعا بس خلونا عشان نبقى سبيسيفيك من هنا ولقدام، خلينا نقول انه جس نتحصل على ار ان اي بصوره عامه كده، انه من دي ان اي نتحصل على ار ان اي. يبقى الترانسكريبشن هي عباره عن انزيماتيك بروسيس واي باي ذا جينيتيك انفورميشن كونتيند ان وان ستراند اوف دي ان اي از يوزد تو سبيسيفاي ا كومبلمنتري سيكونس اوف بيزز ان ا مسنجر ار ان اي. طيب ممكن ان احنا لو جينا عندنا الانواع بتاعت ال ار ان اي نقسمهم لنوعين اساسيات. نوع اسمه كودنج ار ان اي، والكودنج ار ان اي فكرته انه هو بعدين يعني هو يحتوي على كودز، بعدين هتديك بروتين، بعدين هتديك بروتين. يبقى اي ار ان اي بقدر اعمل له ترانسليشن بعدين ويديني بروتين، ده بسميه كودنج ار ان اي. وبالمناسبه هو واحد فقط اللي هو المسنجر ار ان اي. تمام، يبقى المسنجر ار ان اي هو الوحيد اللي اقدر اقول انه ده كودينج ار ان اي، البقيه كلهم نون كودينج ار ان اي. طيب اذا كانت هي ما بتديني بروتينز، يعني انا هستفيد منها شنو؟ ببساطه هي بتخش في تصنيع البروتينز لكن بصوره غير مباشره، واحيانا بتخش في حتى الريجوليشن، التحكم في عمليه الترانسكريبشن. فعندنا هنا المسنجر ار ان اي، as we said المسنجر ار ان اي مهمته الاساسيه بعدين هو هيحصل له ترجمه وهيديك البروتين، هو يحتوي على كودز زي ما هنشوف في الدرس بتاع الترانسليشن ان شاء الله. الرايبوسوم الار ان اي هو خاشي في تكوين الرايبوزومز. طبعا الرايبوزومز ببساطه بتكون من جزئين اساسيين، بروتينز وار ان اي. الار ان اي موجود في الرايبوسومز بسميه ار ار ان اي او رايبوزوم الار ان اي، ومعاه بروتينز. في بعدين ار ان اي هيعمل لنا ترانسفير لامينو اسيدز ديورينج ذا ترانسليشن بروسيس، فده بنسميه ترانسفير ار ان اي او تي ار ان اي. لو سالنا هنا النون كودينج ار ان ايز هم منو منو؟ اكيد هم الار ار ان اي والتي ار ان اي. طيب دي ان بريف كده الميكانيزم، او خلينا نقول الفانكشن بتاعت المسنجر ار ان اي والار ار ان اي اند سو اون. المسنجر ار ان اي زي ما قلنا انكودز ذا امينو اسيد سيكونسز اوف ا بولي بيبتايد اور بروتين. المسنجر ار ان اي ار ذا ترانسكريبت اوف بروتين كودنج جينز. طبعا هنا في كلام انه الجزء بتاع الدي ان اي اللي بيدينا بعدين بروتينز، واللي اقدر اقول انه this part of DNA is a coding part او coding region، هو حوالي 3% من الدي ان اي. تخيلوا يعني حوالي 3% من الدي ان اي هي بتديني كل البروتينات المعروفه في جسم الانسان. ال 97% البقد دي هي عباره عن نون كودينج بارتس او نون كودينج ريجنز، ودي فيها كلام كثير جدا. جزء منها في دوبليكيتد يعني ريجنز، يعني اجزاء مكرره. في جزء منها بيديك ار ان اي لكن ما مسنجر ار ان اي اند سو اون. و يعني معظم الكلام الملخص نقدر نقول انه النون كودينج بارت في الدي ان اي مهم في حاجتين اساسيات، الاولى البروتكشن والثانيه الريجوليشن، ذا ريجوليشن اوف جين اكسبريشن. طيب الار ار ان اي او الرايبوزوم الار ان اي هو بعدين مع الرايبوزوم البروتينز هيكون لنا الرايبوزوم، وده خش لنا بعدين في الترانسليشن بروسيس. التي ار ان اي او الترانسفير ار ان اي هو بعدين برينجز it carries يعني it carries the amino acid to ribosomes during the translation process. في عندنا هنا واحد اسمه small nuclear RNA، و
ده يعني with proteins forms complexes that are used in eukaryotic RNA processing. ده موجود في الايوكاريوتس مبدئيا كده، ومهم في عملية الـ RNA processing. يعني شنو RNA processing؟ هنشوفه بعد شوية إن شاء الله، لكن نعرف من هنا إنه في other types of RNA غير ديل عندنا ده المسنجر RNA, tRNA, ribosomal RNA, small nuclear RNA اللي هو خش في عملية اسمها splicing، وعندنا small nucleolar RNA، وعندنا micro RNA، عندنا small interfering RNA، وعندنا هنا long non-coding RNA. طبعا ديل شوية نحن ممكن نسميهم the short non-coding RNA و RNAs، ودي the long يعني في الطول بتاعها هي دايما بتكون long، وهي في النهاية ديل كلهم non-coding. قلنا الوحيد اللي هو encodes proteins هو المسنجر RNA. طيب advances in genomics and bioinformatics have uncovered thousands of novel long non-coding RNAs that regulate. هنا ممكن نقول this is the function of the non-coding RNAs. It regulates the gene expression and have generated insights into potential therapies or therapeutics for many human diseases. الآن هي فيها شغل عجيب ورهيب، كمية من الريسيرشز هي حايمة حول النون كودينج ار ان ايز، وعندها دور، عندها علاقة بكمية من الأمراض، الميتابوليك ديزيزز، حتى الكانسر اند سو اون، دي كلها خاشة فيها من ناحية بتاعة حدوث بتاع مرض، ومن ناحية بتاع تريتمنت. So RNA is synthesized by RNA polymerases. طبيعي هناك في DNA replication عندنا DNA polymerase، وهنا في RNA عندنا RNA polymerase. Transcription is catalyzed by DNA dependent RNA polymerase. هذا ال RNA polymerase يعتمد اعتماد أساسي على DNA. من غير DNA template هو ما يقدر يشتغل. لذلك DNA نسمي DNA dependent RNA polymerase. وبيستخدم الرايبو نيوكليوسايد. هناك في الدي ان اي نحن بنستخدم الديوكسي رايبو نيوكليوسايد، هنا بنستخدم الرايبو نيوكليوسايدز. ف رايبو نيوكليوسايدز، اوكي، ار ان تي. او طبعا لما اقول معها تراي فوسفيت هسميها نيوكليوتايدز. سينثيسيس دايركشن هو بيكون دائما من 5 to 3 داش دايركشن. In addition to DNA template, all four ribonucleoside triphosphates must be available. اللي هم الـ ATP والـ GTP والـ UTP، ده الفريق الأساسي بين الـ RNA والـ DNA. هنا في الـ RNA عندنا UTP. عندنا حاجة اسمها سيسترون، واللي هي عبارة عن الوحدة اللي موجودة في الـ DNA واللي بتمثل لي بعدين الجين. يعني سيسترون، we can say إنه السيسترون من ناحية بتاعت معنى يعني الجين. من هنا عايز أقول حاجة، إنه في فرق جوهري ما بين البروكاريوتس والإيوكاريوتس. البروكاريوتس like بكتيريا مثلا دائما هي بتكون مونو سيسترونيك، يعني one gene، okay one gene، بعدين حدينا one protein، one protein. أما الإيوكاريوتس بسميها أو السيسترونس عندها بتكون poly سيسترونيك. يعني ممكن يكون عندنا منطقة في ال في الدي ان اي، اوكي، ريجون في الدي ان اي، والمنطقة دي بنسميها جين. لكن بس فرقها من البكتيريا انه نحن ممكن الجين الواحد عندنا يدينا اكتر من بروتين، يدينا اكتر من different types of proteins. دي حنشوف الحاجة بتحصل كيف. واحدة من الاساسيات في الRNA transcription انك تعرف انه نحن بنستخدم one strand، only one strand، تمام. نحن عندنا طبعا double strand DNA، فبنستخدم strand واحدة اللي بنستخدمها كتمبلت بنسميها DNA template strand. ودايما الRNA لما يتبني أو يتنسخ
بيكون عبارة عن complement، يعني إذا كان هنا في G هنا حيكون في C، C G وهكذا. طبعا ال A قصاده ما حيكون في T، حيكون في U. أوكي، الاستراند الفوق هتلقاها بتشبه الاستراند التحت نوعا ما، طبعا باختلاف اليو، فعشان كده الفوق بسميها نون تمبليت او بسميها كودينج ستراند، بسميها كودينج ستراند. في حاجة وهي دائما انه يعني دي هنا التمبلت، التمبلت ستراند بتكون بادية من 3 داش، واللي انا ببنيها بتكون مبنية يعني بادية من 5 داش. الـ RNA اللي انا ببنيه بيبدأ من 5 داش. طيب انا اديكم سؤال، لو انا عندي سيكونس، السيكونس ده هو عبارة عن A T C C C A، ده اديتكم السيكونس ده، قلت لكم انا عايز من السيكونس ده ترانسكريبشن، داير ترانسكريبت ار ان اي، هيكون كيف؟ طيب مبدئيا هل انت شايف هنا في 5 داش او 3 داش؟ نو، دائما لما يكون السيكونس ما مكتوب انا بعتبر انه دي 5 داش ودي بعتبرها 3 داش. دي ستيب نمبر 1. ستيب نمبر 2، انت لما تكتب الاجابه هتكتبها برضه باعتبار انها 5 داش ماشيه ل 3 داش، لكن احنا قلنا دائما هم بيكونوا معكوسات، لذلك بعدين الإجابة أنا هعكسها في الحروف. مثلا أنا عندي هنا آخر حرف A، طبعا لما أجي أجيب الـ complementary strand له هي هيكون هنا في U. أوكي، C هيكون فيها قصاد G، C G C G، هنا في T أنا هاخد A، A هاخد U، لكده الإجابة الصحيحة. تمام، لو دار تعكسها دار تكتب عديد 3 داش to 5 داش، بس انا هعكس الحروف، هتبدا باليو كويس وتمشي كده عادي زي الحركه اللي عملناها هنا. اوكي، سو الفكره كلها في الكومبلمنتري سترانز. طيب ار ان اي بوليميريز بترتبط بمنطقه معينه قبل الجين عشان تبدا، المنطقه دي بسميها البروموتر، يبقى البروموتر هي منطقه معينه وضروريه جدا تو انيشيت الترانسكريبشن كويس. As the first committed step in transcription، أول خطوة إنه الـ RNA polymerase الإنزيم اللي عايز ينسخ الـ RNA يرتبط بالـ promoter region. أوكي، وعشان كده حتى التحكم بعدين، تحكمنا في الـ RNA transcription كعملية نتحكم فيها كيف؟ عن طريق تحكم التحكم في الارتباط، الارتباط ما بين الـ polymerase والـ promoter region، دي منطقة الـ promoter. يبقى كل جين محدد انا بقسمه لثلاثة اجزاء اساسية، الجزء في البداية ده بسميه بروموتر، الجزء في النهاية بسميه تيرمينيتر، والجزء في النص بسميه كودينج سيكونس، ار ان اي كودينج سيكونس، ده اللي حديني بعدين الار ان اي او حنسخ منه الار ان اي. طيب المنطقة بتاعت البروموتر اهميتها في شنو؟ انه الانزيم بتاع الار ان اي بوليميريز بعدين هو هيبدا الانتر اكشن معاها، هيبدا يرتبط بها، يعني اصلا هو ده الـ RNA polymerase بيكون عامل سكاننج في الـ DNA، أول ما يلقى الـ promoter region طوالي بيبدأ يرتبط، لكن ما بيبدأ نسخ إلا بعد منطقة الـ promoter، عشان كده بكتب plus one. plus one يعني من هنا ولقدام أنا هبدأ transcription. طيب المنطقة اللي قبل المنطقة اللي أنا هبدأ فيها transcription بسميها minus، يعني أنا أي رقم بخطه هنا بخطه بالminus. أوكي، فـ plus one تعني دي النيوكليوتايد الأولى اللي هيتم نسخها. لو عندي هنا مثلا حرف رقم 5 من هنا كان جي مثلا، فانا ده بكتب فيه ماينس 5. اوكي، ماينس 5. الترمينيتر هو سيكونس حروف، وبرضه الحروف دي في النهايه هي بتوقف عمليه الترانسكريبشن. يبقى كل جين عنده بروموتر ريجون وعنده ترمينيتر ريجون. الحاجه الثانيه عايز اقول لكم هنا انه المنطقه اللي قبل، يعني لو قلبت الشكل ده كده بقيت واقف على حيله. اوكي، بقيت واقف على حيله كده، دي المنطقه بتاعت الجين ودي البروموتر ودي التيرمينيتر. اوكي، ف الجزء فوق بسميه ابستريم، اب لفوق يعني ابستريم، الجزء ده بسميه الابستريم اللي هو مكافئ للمنطقه دي. الجزء التحت بعد المنطقه دي هنا بعد الترانسكريبشن بسميه داون ستريم. اوكي، داون ستريم، داون ستريم اوف ذا جين. مرات بيكون في جين موجود في الستراند التحت،
مثلا، دي بالنسبه له هي التمبلت ستراند. لكن جين تاني مثلا زي الجين سي ده قاعد فوق، عايزين نقول شنو من هنا؟ عايزين نقول انه يعني كونه ان احنا بنستخدم اونلي وان ستراند ده ما بيعني انه كل الجينات حيتم نسخها من نفس الستراند. ممكن جين واحد يكون في الستراند الاولى بتاعت الدي ان ايه، والجين الثاني يكون في الستراند الثانيه. الان نبدا عمليه الترانسكريبشن. الترانسكريبشن زيه زي الريبليكيشن حيمر لنا بثلاث مراحل: انيشيشن، الونجيشن، تيرمينيشن، وفي النهايه في بروسيسنج تعديل. الانيشيشن انك يبدا البوليمريز يرتبط بالبروموتر، والبروموتر قلنا عباره عن سيكونس حروف مهمتها الاساسيه تورينت توجه الار ان بوليمريز انه يرتبط بها. To start the transcribing at the beginning of the gene. دي الفكره هنا. دي الحروف اللي احنا بنتكلم عنها. اوكي، دي كلها كده، دي كلها عباره عن بروموتر بتاع بكتيريا اي كولاي. وبالمناسبه معظم الشغل ده تم اكتشافه في الاي كولاي، عشان كده معظم المعلومات الموجوده هنا هي عندها علاقه بالاي كولاي. بروكاريوتس. طيب في سيكونس حروف معينه بنسميها البريبنو بوكس، او بنسميها تاتا بوكس لانه فيها تي اي تي اي. اوكي، تاتا بوكس كانها هي تاتا بوكس. طيب والسيكونس ده عباره عن شنو؟ برضه جزء من البروموتر. يبقى ده كله كده من هنا لحد هنا، كويس، من هنا لحد هنا ده كله بروموتر ريجون. وهنا عايزين نقول معلومه انه مرات البروموتر بيكون قبل الجين بالاف البيزز، مش بيزز بسيطه زي دي مثلا 7 بيزز، لا لا، مرات الاف او الف بيز قبل. يعني بروموتر يكون قاعد هنا موجود في المنطقه دي، والجين يكون الجين اللي تبع البروموتر ده يكون قاعد هنا، والمسافه بيناتهم تكون الف بيز بير. تمام، لاحظوا الماينس قلنا دي منطقه الترانسكريبشن، من هنا ولقدام حابب الترانسكريبشن بسميها بلس 1. اللي قبليها ما في زيرو يا شباب، ما في زيرو، ببدا طوال اللي قبليها ماينس 1. اوكي، الحرف اللي هنا حيكون ماينس 2 ماينس 3 ماينس 4 ماينس 5 وهكذا. طيب في سيكونس حروف ثانيه اسمها الانهانسر. انهانسر من اسمها معناتها بتعمل زياده في الترانسكريبشن، زياده في الترانسكريبشن، ودي بتثبت وتخلي الار ان اي بوليمريز يشتغل لفتره اطول، ويشتغل يطلع لك كمية أكبر من الترانسكريبت. كويس، فدي منطقة البروموتر، ودي منطقة، وده الجين اللي هنعمل له نسخ. هنا دي الانهانسر اللي هي قبل البروموتر، ومرات بتكون بعد الجين. اوكي، لكن طبعا البروموتر يعني دائما بيكون قبل الجين. اما الانهانسر عبارة عن حروف ترتبط بها بروتينات معينة، ودي بتساعد عملية الترانسكريبشن، او بتعمل انهانسمنت لعملية الترانسكريبشن، ممكن تكون قبل او بعد الجين. الصوره دي انا بعتبرها ممتازه جدا، لانه هتثبت لنا مفهوم مهم جدا في الترانسكريبشن. اولا الصوره دي تبع اليوكاريوتيك جينز، يوكاريوتيك جينز. لاحظوا دي البروموتر اريا، اوكي، او البروموتر سيكونس بنسميهم البروموتر اليمنتس. برضو عندنا حروف مكرره دائما اسمها التي اي تي sequences او الداتا بوكس. كويس، طيب هنا لاحظوا في المنطقه دي بروكسيمال وديستال، دي عباره عن حروف منها الكاد بوكس مثلا جي سي بوكس، دي حروف يعني او sequences الهدف منها انه تو ريجوليت العمليه بتاعت الترانسكريبشن. يبقى دي من هنا انا بقدر اتحكم بعدين هل انا عايز ترانسكرايبت كثيرة من الجين ده ولا بسيطة، وبالتالي هل بعدين هيديني بروتين كثير ولا بسيط، وبالتالي فانكشن معينة كثيرة ولا فانكشن معينة بسيطة. كويس، يبقى من هنا انا بقدر اتحكم في الموضوع بتاع الار ان اي ترانسكريبشن، اسمها ريجولاتوري. جزء منها قريب للجين وجزء منها بعيد. اللي بتكون قريبة للجين دي اسمها البروكسيمال، والبعيدة بنسميها الديستال. الديستال دي ذاتها دايما بيكون فيها الانهانسر اليمنت، الانهانسر اليمنت. تمام، طيب البروموتر ريجون الموجوده هنا، انت قلت انه عندك الدال الار ان اي بوليمريز انزيم، ار ان اي بوليمريز هيجي يرتبط هنا ويبدا النسخ. اوكي، بعدين يبدا النسخ.
فعشان يقدر يرتبط هنا بصورة كويسة جدا، عندنا هنا بروتينات اسمها General Transcription Factor. أول حاجة كلمة Transcription Factor ده بيساعدنا في الترانسكريبشن، وGeneral ده معناته عام كده، يعني ده دايما بيكون شغال، أو معظم الجينات عندها نفس البروتين ده بعدين بيساعدها في الترانسكريبشن، اسمها General Transcription Factor. كويس، General Transcription Factor. فدي بتعمل لنا حاجة بنسميها البيزل ترانسكريبشن. بيزل ترانسكريبشن يعني الترانسكريبشن العادي، ترانسكريبشن العادي في مستوى عادي طبيعي، كويس، أو عادي، خلينا نقول بيز لاين، يعني ذا بيزل ترانسكريبشن. فعشان تزيد الترانسكريبشن محتاج بروتينات تانية متخصصة لكل جين محدد. أنا ما داير الموضوع يبقى عشوائي، أزيد كل الترانسكريبشن بتاع كل الجينات، لا لا، أنا عندي مرات جينات محددة كده انا عايز اعمل لها ترانسكريبشن. اوكي، فالجينات دي بيكون عندها سبيسيفيك ترانسكريبشن فاكتورز، سبيسيفيك ترانسكريبشن فاكتورز، سبيسيفيك ترانسكريبشن فاكتورز، بروتينات معينه. واديكم مثال، يعني في هرمونات، يعني مثلا هرمون فيتامين دي، طبعا فيتامين دي يعتبر هرمون، فيتامين دي ده هو يعتبر واحد من الترانسكريبشن فاكتور، بيزيد لنا تصنيع بعض الترانسبورترز اللي مهمة في امتصاص الكالسيوم. يبقى فيتامين دي بعدين هيساعدنا في الترانسكريبشن، هو يعتبر يعني بيحفز بعدين ترانسكريبشن فاكتورز محددة. يبقى كل جين محدد عنده فانكشن محددة، عنده سبيسيفيك ترانسكريبشن فاكتورز. كويس، دي دايما ترتبط بالمنطقة اللي هنا اللي هي الريجوليتر، قلنا من خلالها بنتحكم في الترانسكريبشن. نجي كده، انت بديت الترانسكريبشن هتستمر الالونجيشن، فكرته سهله جدا. لازم يكون الدي ان ايه مفصول من بعض، طبعا لازم، وبستغل واحده من الدي ان ايه سترانز از تمبلت. طبعا منطقه البروموتر ما خاشه في الترانسكريبشن، احنا هنبدا بعد منطقه البروموتر. والار ان ايه لما يتم تصنيعه بيكون عامل هايبريد، يعني مرتبط مع الدي ان ايه، عشان كده اسمه ار ان ايه دي ان ايه هايبريد. لازم بعد شويه يفك، بعد ما تنتهي العمليه يفك. اوكي، عشان كده الان حتنتهي العمليه تيرمينيشن. اوكي، وهنا عندنا حروف معينه هتلاقينا اسمها التيرمينيتر، ودي المنطقه اللي هيجي فيها شنو الترانسكريبشن. عشان يجي في الترانسكريبشن انا عندي طريقتين. اوكي، من دي طريقتين، طريقه بنسميها رو اندبندنت، وطريقه اسمها رو ديبندنت. خلينا نشوف الرو دي. لما نقول رو، ده الرو ده واحد من البروتينات الموجوده في الايكولاي. مبدئيا الموضوع ده وين؟ في الايكولاي، ما في الانسان. في الايكولاي عندنا البروتين اللي اسمه رو ده بيشتغل زي الهيليكيز، بيجي يفصل بعد ما خلاص العمليه انتهت، تمام، بيعمل سيبريشن للمسنجر ار ان ايه يتكون من الدي ان ايه تمبلت. خلاص انتهت العمليه، كل واحد يتفكى من الثاني. فهنا انا بحتاج بروتين اسمه رو بروتين. اوكي، والعمليه دي يوجوالي بتحتاج طاقه، it requires ATP. هنا عندنا رو اندبندنت، يعني الطريقه ما بتعتمد على اي بروتين، وهي طريقه انه شنو، انه بعد ما انا صنعت المسنجر ار ان ايه في نهايه العمليه كده spontaneously تلقائيا ال RNA بيعمل لنا الشكل بتاع هيربين، للشكل بتاع الهيربين. كويس، الشكل ده انترفيرس مع الـ مع الـ مع ال RNA بوليمريز. يعني ال RNA بوليمريز لما يكون ال RNA اللي هو قاعد يصنع فيه بيتحول لهذا الشكل، ما بيقدر يواصل، بيقوم بيفكه. اوكي، بيتفكوا من بعض، يبقى هنا بس الشكل. ولاحظوا الشكل ده جاء في النهايه لما وصلنا حروف معينه ويتصنع قصاد حروف معينة، طوال وقفنا، طوال بيحصل ريليز لمنه للمسنجر ار ان، يبقى عندنا رو ديبندنت رو اندبندنت. اند باي ذا واي، هنا في حاجة افترض نقولها في 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 الايوكاريوتيك، اوكي، في 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 البروكاريوتيك ترانسكريبشن، هنا عندنا بروتين، البروتين ده اسمه سيجما فاكتور، اسمه سيجما فاكتور، ده واحد من البروتينات المهمة شديد، واللي بتعمل بداية، بتعمل initiation. اوكي، initiation للترانسكريبشن. طيب
الـ RNA processing ببساطة إنه بعد ما خلاص تم تكوين الـ RNA أنا بعمل له بعد التعديلات بعد الـ modifications، يعني كده المعاملية دي بسميها post transcription أو transcriptional modification، ودي بتحصل أكتر شيء بالـ eukaryotes. في الـ prokaryotes ما بتحصل الحياة، تمام؟ يبقى دي واحدة من الفروقات ما بين الـ eukaryotes والـ prokaryotes، تمام؟ بتحصل في الـ eukaryotes by the way هنا في K not C. طيب بتحصل في الـ eukaryotes واحدة من العمليات دي اسمها الـ splicing اللي قلناها قبل في بداية الفيديو، والعملية الثانية اللي بتحصل للـ RNA بعد تكوينه اسمها capping اللي هي إضافة الكاب اللي هو عبارة عن جوانين أو جوانوزين لكن أضفنا له فيه ميثايل جروب، أوكي؟ يعني جوانين لكن ملصق بميثايل جروب في بوزيشن 7 عشان كده يسميه 7 ميثايل، مرات بتلاقوه كده 7 ميثايل جوانولايل. يلا ده كله كده مع بعض اسمه الكاب، فانا هقوم اضيفه لبدايه الار ان اي اللي تم انتاجه، هضيفه هنا الكاب ده، العمليه دي بسميها الكابينج. في نفس الوقت هضيف تيل اللي هو الزيل، الزيل ده عبارة عن حروف بتاعت A كتيرة كده بسميها بولي A تيل. الوظيفة شنو بتاعت الكاب والوظيفة شنو بتاعت التيل؟ الكاب الوظيفة بتاعته أساسا قال مهم للإفيشنت ترانسليشن، يعني بيساعدنا بعدين في الترانسليشن انيشيشن تحديدا كده في الانيشيشن بتاعت الترانسليشن، وبيحمل لنا الـ RNA أو المسنجر RNA بتاعنا، لأنه مسنجر RNA once انه حصل له سينثيسيس وطلع بره النيوكليوس هيكون معرض لانزيمات مختلفه اسمها الاكزونيوكليازز. الانزيمات دي هاضمه وبتقتل او تعمل ديجريديشن للار ان اي. وبالمناسبه ده واحد من التحديات بتاعت الار ان اي، عشان انا افصل الار ان اي في المعمل موضوع ده صعب جدا لانه يدينا فيها النيوكليازز دي، كويس؟ السيل فيها نيوكليازز، في اي حته الار ان اي ده معرض للتكسير، كويس؟ في حتة الـ RNA معرض للتكسير، وعشان كده الميوتيشن أو الطفرات اللي بتحصل في الـ RNA ما خطيرة شديد، يعني لو حصلت مشكلة في الـ RNA ما خطيرة لأنه بيتكسر، لكن مش المصيبة في الـ DNA ده هو لو حصلت فيه الطفرة ما بالسهل يحصل لها correction يعني، أوكي؟ في anyway الـ protection هنا مهم جدا عشان نحمي الـ RNA لحد ما يصل المصنع بتاع البروتين اللي هو الرايبوسوم. هنضيف A قلنا بولي A عن طريق انزيم، كويس؟ مخصص للحاجة دي اسمه بوليميريز عديل، وبضيف ال A فقط، وده الإضافة بتاعت ال A دي هنا الهدف منها to protect، برضو نفس الفكرة protection، لكن في نوع تاني من الإكزونيوكلييز بيعمل degradation من 3 to 5. ده بي بي يعني البروتكشن بتاعه لازم يتم عن طريق الـ A بولي A تيل، كويس؟ وبرضه بيساعدنا في الترانسليشن. يلا نيجي لمصطلح مهم شديد اسمه مصطلح اسمه الاكزون والانترونز. الحاجة دي موجودة في الـ eukaryotes فقط، موجودة في الـ eukaryotes فقط. يلا فكرتها شنو؟ انه الجين ده مثلا ده الـ DNA نسخت منه جزء RNA، الكلام ده في الإنسان أو الـ animals الـ eukaryotes، تمام؟ الـ RNA ده ما كله، حتى لو كان بعدين هو مسنجر RNA وحيديني بروتين، ما كله حيديني بعدين بروتين، في أجزاء منه مثلا من هنا لهنا دي بعدين ما حتديني بروتين، برضه جزء من هنا لهنا ما حيديني بروتين. الجزء اللي بعدين ما بيديني بروتين وهو نون كودينج بسميه انترون، والجزء اللي حيديني بعدين بروتين بسميه اكزون. يبقى الاكزون عبارة عن سيجمنت اوف ايوكارياتيك جين، جزء من الجين، وهو بعدين بيعمل انكودينج لجين لبروتين معين، انكود ا بورشن اوف ذا فاينل برودكت اوف ذا جين. الفاينل برودكت اوف ذا جين طبعا هو البروتين، هو مقصود به البروتين. طيب a segment of RNA that remains after post transcriptional processing and transcribed into protein or incorporated into the structure of
عن RNA. الانترون بالمقابل هو عبارة عن sequence of the nucleotide برضو موجود في الجين، ويحصل له ترانسكريبشن، يعني هذا من الدي ان اي تحصلنا على ار ان اي وفيه الانترون قاعد، لكن ما حيواصل معنا اكثر من كده، لازم should be removed from the RNA transcript before translation، يعني ما خش معنا في translation. كويس، فدي المعلومة الأساسية اللي عايز أقول لكم، إنه بيحصل الآن removing، حنحذف ال ID اللي هي الانترونز ونخلي الإكزونز موجودة، ده الإكزون منطقة من هنا لهنا، المنطقة من هنا لهنا إكزون، والاثنين هندخلهم مع بعض نعمل لهم دمج عشان يدونا الكودينج بارت اوف ذا ار ان اي، ده يا دوب حتى اسميه مسنجر ار ان اي. يبقى الفرق بين ار ان اي عادي اوكي وده بيكون فيه انترونز وده ما فيه الانترونز، ده فيه اكزونز. يلا عمليه قطع الانترونز والتخلص منها مع دمج الاكزونز، العمليه دي اسمها سبلايسنج. سبلايسنج يعني قطع، والمقص اللي بيقطع لنا الموضوع ده وبلصق لنا الحاجات دي هو قبيل اللي قلناها اسمه سمول نيوكليير ار ان اي، وذاته بيشتغل كانزايم بيقطع الانترونز وبلصق الاكسونز. الحاجه دي بنسميها الترناتيف سبلايسنج. الترناتيف معناتها عندك اكتر من خيار، اكتر من خيار في الجوينينج بتاع الاكسونز، هنشوف الحاجه دي في صوره بعد شويه تشرح لنا الفكره دي، لكن في النهايه العمليه بتاعت شنو الاكسونز، ممكن انا سيلكتيفلي اختار اكسونز معين لصقها مع بعض واتجاوز الاكسونز الثانيه، وده بيدينا different types of messenger RNA from only one gene. عشان كده قبل قلنا احنا ان one gene could give more than one protein، الحاجه قلناها اوكي. هذا ده exon number 1، exon number 2، exon 3. كويس، طبعا البيناتهم دي هي انترونز، يعني المساحه اللي هنا دي عباره عن انترونز هنقطعها، ما في شك في الحاجه دي. كويس، فنحن عندنا خيارين، نفس الجين ده عندنا خيارين، الخيار الاول ناخد كل الاكزونز مع بعض هذا، الخيار الثاني لاحظوا يتخلص من اكزون 2 ولما لينا بس فقط اكزون 1 اكزون 3، ده هيدينا بروتين محدد اسمه بي، وده هيدينا الثلاثه دول مع بعض هيدونا بروتين مختلف كويس اسمه ايه، ممكن تكون عندهم totally different function اوكي totally different functions. فعشان كده زي ما قلنا one gene can give more than one protein. ده summary لكل الكلام، ده الدي ان اي، ده البروموتر، ده الـ RNA polymerase حي الآن يرتبط وين؟ أول حاجة لازم يبدأ بالـ promoter region، يعمل scanning ليها and start to interact معاها. الكلام ده كله بيحصل في الـ initiation stage. الآن هنرتبط بالـ promoter region، ده بس الحاجة اللي بنحتاجها هنا، لو في خلل في الـ promoter region ما هنقدر نرتبط بالمسار. كويس؟ طيب عشوائي هنبدأ الـ elongation، يلا نبدأ الـ elongation. لازم نعمل فك separation للتو strands، العملية دي complementary، هنبدأ من الفايف نمشي للثري، complementary base pairing، طبعا يعني هو مجازا كده سماه messenger RNA، لكن احنا عرفنا انه في اليوكاريوتس ما بتسمى بالساهل. طيب هنا الترمينيتر في النهاية هيفك برضو كده، عملت ترانسكريبشن، الكلام ده اوكي، الكلام ده كله داخل النيوكليوس، لازم بعدين نعمل البروسيسنج. مثلا دي الانترونز انا ما دايره، دي الاكزونز انا عايز الاكزونز. طيب هيجي هنقطع الانترونز عن طريق السمول نيوكليير ار ان اي اس ان ار ان اي كويس، هنضيف الكاب، هنضيف الاي تيل في 3 داش كويس، ديل هم الانزيمات اللي بتعمل سبلايسنج، اللي هم السمول نيوكليير ار ان ايز عم بتعمل سبلايسنج. كيف طبعا ده كله كده بيسميه سبلايسوسوم. خلاص كده اتخلصنا من الانترون، كده بعد ده تاني
كده انتجنا المسنجر ار ان ايه، هيمشي وين؟ هيمشي الرايبوسوم عشان يحصل له ترانسليشن. الحاجه دي هنشوفها في الدرس الجاي ان شاء الله. اوكي، دي فيديوهات، الفيديو كامل بيتكلم عن الحاجه دي، ودي بعض المراجع استعنت برضه بهاربر بايو كيمستري اللي ما مكتوب هنا، فاستخدمت برنسيبل اوف بايو كيمستري اللي بين كود بايو كيمستري اي جينيتكس وهاربر الستريتد بايو كيمستري.